بداية بكل الشرف الممثلة السيدة رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الجمع العام العادي السنوي لفريق سكوت مرشيد وكذا رئيس الوزراء الاحترافية لكرة القدم، وأبلغكما تحياتهما و أقول لكم مرة أخرى هنيئا لمدينة مرشيد بالصعود للقسم الوطني الاحترافي الأول الموسم المقبل. وقبل البداية في أشعار جامعة العام المبارك نقول أن هناك حضور 21 منخرط من أصل 24، وبذلك يكون هذا الجمع العام جمعا قانونيا. وأعطيك هنا السيد الرئيس البيض. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نفتتح هذه الجمع بآيات بينات من ذكر الحكيم ويدوها على مسامعنا الحاج دبجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إذا سمحت أخوان قراءة الفاتحة ترحما على أرواح اللاعبين المحليين وعلى المستوى الوطني. إذن إخواني سنتو ننتقل مباشرة إلى النشيد الوطني والإشكال ديال إذن على بركة الله باسمكم جميعا أرحب بسعادة توجر رئيس الجمعية السلامية نائب المجموعة الوطنية منتج الجامعة كذلك بسير القابيسي منتج الجامعة سي رئيس مجلس بلدي هو نائب رئيس يوسف بيت مرشيد الحاج محمد بن شيخ اخوان الحاج محمد الوراق سي شاكير سي قائد اعتذر القطاع الرابعة سيد منتج مجموعتنا الشباب والرياضة العصبة ممكن العصبة ديال المشكور
الحضور ديالو سي منتي شبي بوريه اللي اسمه فاش انه محاسباتي هذه تعرفوا على عدد سنوات اللي 50 معنا والساده المقاربين رجال الاعلام استسمح لانهم هما يعاونوا في قاري وهما باش غادي اذا على بركه الله اعتذر لكم الساده اللاعبين القدامى الحاضرين معنا تما مشرفينا اهلا وسهلا اهلا بالجميع واهلا بتحيه خاصه لنا خديجه بن بشير خديجه ما يمكنش تكون انا ما تكونش خديجه احسن اذا على بركه الله واحد الشريط فيديو ديال 6 دقائق نشوفوه ونبداو ان شاء الله Thank you.
مشروع هذا الاجتهاد الإسلام، فأنا على هذه الصواب يتم مع الكلمة ديالي باش نحتارو نجيبو الأعمال بس نسمح للأستاذ لنا بالإشارة باش يشوفو الجوال، ننتقل مباشرة إلى القرار الأدبي اللي فيه الدراسي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السيد ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد ممثل العصبة الضابطة الكبرى لكرة القدم، السيد ممثل السلطة المحلية، السيد ممثل النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، السادة ممثل الجمعيات الريادية، السادة ممثل المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، السادة منخرط النادي الريادي يوسف رشيد فرع كرة القدم، السادة أعضاء النادي الريادي يوسفية برشيد فرع كرة القدم. في البداية نترحم جميعا على فقدان الذين وفتهم منية خلال هذا الموسم، مراجين من الله من العلي القدير أن يسكنهم فاسح الجنان، إن لله وإنا إليه راجعون. أيها الحضور الكريم، وباسم كل مكونات النادي الريادي يوسفية برشيد فرع كرة القدم، نرحب بكم جميعا ونشكر جزيل الشكر كل من لبى الدعوة للمشاركة في هذا الجمع المبارك، ونشكر جزيل الشكر كذلك كل من سند ودعم الفريق بكل شكل من أشكال، من قريب أو من بعيد. أيها الإخوة، باسم المكتب المسير أتقدم أمامكم بتلاوة التقرير الأدبي للموسم الريادي 2017-2018. هذا الموسم الذي كان ناجحا بكل المقاييس، وبحيث حقق النادي الصعود للقسم الاحترافي الأول، الصعود الذي ساهم فيه كل من مكتب المسير، طاقم تقني ولاعبين، وطاقم طبي والإداري والمنتخبون والسلطات المحلية والإقليمية والمنخرطين وجمهور والمانحين الرئيسيين، وكل من ساهم في تحقيق حلم المدينة بأكملها منذ سنة 1927، والفريق يلعب بأقسامها السفلى، حيث استطاع هذه السنة الصعود القسم الاحترافي الأول. وسأحاول قدر المستطاع من خلال هذا التقرير أن أضعكم في هذه الصورة المصغرة حول المسيرة الفريق خلال هذا الموسم الريادي، ويتمحور هذا التقرير حول الجوانب التالية. أولاً، الجانب التنظيمي، البحث عن فريق متكامل وتشكيلة شبه نموذجية. أيها الإخوة، كما أسفل الذكر، كانت بداية هذا الموسم الريادي استثنائية، وذلك يتجلى في المتغيرات التنظيمية للعبة المعدة والمهيئة للوج العالم الاحتراف. وإذ تقرر بعد الجمع العام السنوي للموسم الماضي التعاقد مع المدرب سعيد الصديقي ومساعده عمر الزمني، حيث اقترح احتفاظ ببعض اللاعبين وتطعيمهم بلاعبين من مختلف الفرق الوطنية. ثم تقرر بدء التدريب مبكرا خلال شهر يوليو رغم الإكراهات اللوجستية، وعليه أنضيت مهمة جد واختيار عناصر جديدة إلى اللجنة التقنية، قضية تكوين تشكيلة يمكن الاعتماد عليها خلال الموسم على أساس أن تكون الانطلاقة على أساس المتينة. بالنسبة للإعانات والمنح، وفي هذا الجانب أود بكل أمانة
وصدق، ونيابة عن جميع أسرة النار، تقديم جزيل الشكر والعفارق الأعيان المانحين وكل مؤسسات مانحة، وعلى رأسهم السيد عالي إقليم برشيد والسيد رئيس مجلس البلدي لمدينة برشيد والسيد رئيس مجلس إقليم برشيد كذلك وشركة دلاء. بالنسبة للصحافة، لقد بلغت الصحافة الجهوية والوطنية دورا كبيرا ومسايرا لمسيرة الفريق، حيث تبعته أنكت وأعطت دفعة إضافية للمجهودات التي بذلتها كل مكونات النادي، وكان المكتب حريصا كل حرص على الأخذ. وكل ما كتبته هذه المرابط الإعلامية من توجيهات وتنبيهات بناءة، ولا بد من إشادة والتنويم من هذا المنبر بهذا الدور الفعال لهذا الجسم الذي نعتبره منا وإلينا. بالنسبة للجمعيات المساندة والجمهور الحريز العريق، وأود بكل صدق أن أتقدموا جزيلا على الدعم المشروع والمساندة الدائمة التي ما فتئت، تقدموا بكل مناسبات داخل وخارج بلدان، وكل من جمعيات صديقة والداعمة والمساندة والمحبة للفريق، وأخص بالذكر كل مكونات إرثرات المحلية. كما نشكر كثيرا السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على الدور التنظيمي والأمني الذي أدوه بكل مسؤولية إلى جانب المكسب المسير للنادي خلال جميع المقابلات التي استقبل فيها الفريق الزائرين بملعب الرازي، فشكرا للجميع. ثانيا، بالنسبة للجانب التقني، فريق الكبار بداية الموسم ثم تعاقد المدرب سعيد الصديقي بمعية لجنة تقنية مصغرة منبثقة عن المكسب المسير، وثم التقرير في اعتبار الإبقاء على العمود الفقري للفريق للموسم الفارق لينضم إليهم آخرون، ويعلن عن انطلاق الاستعدادات، حيث أجرى الفريق مجموعة من المقابلات الإعدادية بغية الحصول على تشكيلة نموذجية وقادرة يمكن الاعتماد عليها خلال هذا الموسم. المقابلات الإعدادية التي قام بها النادي استعداد لموسم 2017-2018. بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، فريق الراسك بيضاوي ويوسف برشيد انتصر الفريق يوسف برشيد 3-2. بالنسبة الاتحاد بيضاوي يوسف برشيد 0 بمثله. راشد بنوصي يوسف برشيد 1-0 لصالح يوسف برشيد. يوسف برشيد أولمبيكو أسبي 1-1. يوسف برشيد رجاء بن بلال 2-1 لصالح يوسف برشيد. يوسف برشيد حسنية أكادير إصابة لمثلها. يوسف برشيد أولمبيك أسوي إصابة لمثلها. يوسف برشيد نهضة بركان 0 لصالح وكوكو مراكشي. يوسف برشيد إصابة لمثلها. دفاع حسني جديدي يوسف برشيد إصابة لمثلها. بالنسبة للانتقالات الشتوية، المرحلة التي تميزت بالتجاذبات في آراء وكانت محطة نقاش حادة بين المكونات النادي، وهذا نعتبره تفاعلا صحيحا داخل المكتب المسير، خاصة أن الخلاف لا يفسد قضية واتفاق مع المدرب. استقر الرأي على اتخاذ بعض القرارات بخصوص الانتقالات، حيث فسخت العقود مع 4 لاعبين وإعارة لاعب إلى اتحاد الزمور الخميسات ليتم التعاقد مع 4 لاعبين. ورغم ما تطلبته هذه المرحلة من تضحيات لمواجهة الإكراهات الخاصة بمستلزمات لاعبين إضافيين جدد، إضافة لتحمل نفقات مالية أخرى ومنح توقيعات إضافية، ما ترتب كذلك عن فسخ عقود مع تأمين تعويضات إضافية من أجل الاستفادة من لاعبين جدد، كان لازما على النادي وضع ملف إداري بين الوضعية المالية التي تستجيب للمعايير المفروضة على الأندية العصبة الاحترافية الأولى والثانية.
حيث تمت مراجعته من طرف لجنة الفحص والتدبير للعصبة الائتلافية والذي استحسنته واعتبرته من بين أحسن بالفات من موازاة 5 أندية أخرى خوينت لها قيام بانتدابات في هذه الفترة الشتوية. Des joueurs. Alors les 15 millions de dirhams, essentiellement 10 millions de dirhams avec quantité des charges hein, des rémunérations, transferts des joueurs. Donc voilà l'aspect financier. Je remercie en fait le Hajj notamment qui était notre interlocuteur au cours de cette période et qui nous a absolument fait fournir toutes les informations que nous avons, besoin. Il y a une transparence formidable. Néanmoins, il a bien entendu, je reviens aussi à cet exploit formidable que l'exploit Banchet, donc il passe à la prochaine saison, Charla, qui va jouer en fait dans la Cour des Grands, première division. Alors vous savez, Monsieur le Président, il y a un dispositif qui a été écouté par la Fédération royale marocaine de football, un nouveau dispositif de transparence. Donc transparence qui oblige, bien entendu, à s'organiser davantage. D'accord ? Donc, et que consiste, bien entendu, à répondre à certaines obligations qui sont imposées aux entreprises, les banques, etc., en ce qui concerne le blanchiment d'argent, et bien entendu, en ce qui concerne aussi la continuité des clubs. Hein. Et donc, ça oblige en particulier à avoir une structure permanente permettant d'avoir tous les justificatifs permettant de faire le reporting habituel qui va aller vers la Fédération royale marocaine de football et qui concerne particulièrement en fait la gestion budgétaire, les engagements, l'état de la trésorerie, etc. Donc vous aurez continuellement à avoir naturellement fait un reporting sans arrêt à faire et donc bien entendu aussi ça va permettre d'avoir toutes les réponses qui peuvent vous être demandées par la commission de contrôle et de gestion. J'en ai parlé avec un peu les gens qui sont finalement qui participent à la problématique financière. Inch'Allah, je pense que le club déjà finalement commence à s'organiser pour bien entendu s'acquitter de ses obligations.
Voilà le résumé essentiel. Merci. ومن القرار اللي كاين في المغرب باش عرفوا هذا السيد راه معروف يعني. وانا تفاجات النهار اللي كانت الجامعه بدات تفاجئ طبعا الكونتور دي جيسيون كنا انا تفاجات لان الجامعه يكون الدوس ديال الاخر داز واحد السلاسه بحيث بانه فيها لوبيس البوماشي انا عرفت شنو يعني مؤاخذه هنا في التقارير الاداري ندوز الهوايه واش حنا دزنا فين سي محمد واش حنا الميلف ديالنا اللي كان يخوض الجامعه فورم اللي عارف على داعي ديك الاسم ديالها تطلب الميلف ديالها في القسم الوطني الاول والثاني وسي كيجي معايا بارشي داز الميلف ديالها بطريقه سيريسه حنا اللي حارسين على هذا ديما عندنا الشهاده ديال الاكسبيرت كونتاكت انا حنا ديما هذا كيتواجد معنا الحاج محمد بن الشيخ
واجب معنا ممثل السلطة. هذه رسالة على لسان خريطي تنأكد باش كل الفعاليات تدير الجهود ديالها باش نبقاو في القسم الأول. ما بغيناش هذا العام نطلعوا اللي كنا العام نزلوا لأن احنا عندنا جميع الإمكانيات. برشيد غنية لا في المنطقة الصناعية ولا الأعيان ديال المدينة. احنا كنطلبوا من ممثل السلطة باش يوصل العام لجلالة الملك باش يجهدوا كل المجهودات لأن عندنا منطقة غنية في المنطقة الصناعية عندنا باش هذوك الناس ديال الشركات كنطلبوا منهم باش يعمروا الفريق لأن الفريق ما يمكنش ليه باش يكون مجهود غير ديال الناس وحدو لأن دابا احتراف والاحتراف تيبغي المجهودات تكون متضافرة مع جميع الفعاليات. ما يمكنش المكتب وحدو على اسم الرئيس يرضي الحاجيات ديال الفريق. لهذا كنطلبوا من جميع الفعاليات موجودين معنا الان كيصابرين كاملين كيتحكموا في الشيء كاين ممثل السلطه. هذا خصنا جهدوا المجهودات كاملين باش نرضيو الفريق لان كل شيء دابا ولا كيلعب على الماده. راه ما يمكنش تجيب لعاب ديال 100 مليون هو اللعاب ديال 20 مليون. خاصنا نعرف هذه القضيه لان اللعاب ديال 100 مليون ماشي هو اللعاب ديال 20 ولا دورتي واحد 10 ديال اللعابه راه كتعرف المبلغ فين غادي يوصل. لهذا حنا كنطلبوا من الحضور كامل على راسهم الحاج عبد الرحيم كامل بقى على العاتق ديالو حتى هو الحاج ومثل السلطه باش يوصل هذا السيد العميد باش نديروا هذا المجهود باش نقطعوا الفريق وباش نساعدوا الرئيس لانه بغيتو تيتخبط ومعاه المكتب ديالو باش حنا نبقاو على الاقل ما يكونوش برشيد طايح في بعض الدرس لان هادشي جانبي الان راه كاينه تالا كاينه خنيفرة هادشي راه كاين ولكن بغينا حنا الوجود ديال القرب ديال قريبة الوجود ديالنا المناخ الجغرافي حدا المطار حدا الدار البيضاء عارفين برشيد كيفاش دايره. ما يمكنش لينا كنطلب من الرئيس ما يمكنش لينا عبد المسلم هذا هو القرار ديالي. شكرا. انا سمعت الاخوان كنشكر شي شفير شي واحد اللي عنده متخالف في التقارير مال الادب ونخلي واحد 15 دقيقه ديال ديك الساعه نناقشوا دابا يعني شي موضوع على التقارير مال الادب. اذا الاخوان نعتبر الصوت ديالهم يجمع اذا مصدق على التقارير مال الادب حاج الخوي اللي سمحتي حنا كصحفيين ما كنبغوش لي ديتاي في التقارير الادبي المالي في التقارير المالي كنبغيو لي غوسيت لي ديبونس لو سول سوا كون ان ايكويتور ولا ديبيتور هادشي كيخص لابريس طلبناه منه ما عطانيش حد باقي اللي غادي يكون ديتاي ما عندهم هادو الحلال نحسن ديال التقارير ديالنا في الجورنال ولا في الراديو تعطيهم لو سول تكريتو ولا ديبيتور لي غوسيت لي ديبونس هادشي بغيت مجموع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد الرئيس سيد رئيس مجلس البلدي ممثل السلطه ممثل الجامعه اخوان الحضور الكريم اخوان الصحفيين اللي كيكونوا معنا واخوان لي زونسيان جوغور وجمعنا الخريطين. شكرا لنا بالصعود وان شاء الله المزيد من المفاجآت الساره لهذه الفرقه ديالنا باش ما نخرجوش على الموضوع. حنا كمنخرطين وكمكتب ما كنناقشوش التقرير المالي. التقرير المالي عندنا لا يناقش. الفرق يطلعوا بثلاثه د المغرب وبربعه. حنا كنا بخلاء وشحيحين ونعتقنا من عنق الزجاجه كما قال الرئيس ب 700 مليون اكاد. حنا ما كنناقشوش هذا الشيء. حنا مكتب الا بدا شي حد يدخل ملي كانت الفرقه باغا تطلع والسي كامل اللي كيدافع والناس ديال الدلاع والسي الرئيس هنا وهناك والناس اللي كانوا مرشحين السي المامون اللي عطلتي في الماتش المرموسي وديال بني ملال.
حنا كنكتب كنصادقوا على التقرير المالي وما ما ناقشوش، لان الا بغينا نناقشوا خصنا نحطوا واحد ثلاثه المغير كما طلع خارجه وغيرها. وشكرا. موافق اذا شكرا. المعارض لا احد، الممتنع لا احد. إذا سمحتوا الإخوان ندوزو للقلب المالي، كذلك إخوان موافق ممتنعون معارضون. إذا شكرا على الثقة ديالكم. قبل ما الإخوان أنا سمحتوا ليا ما شفتش واحد جوج الناس غادي نخلي لي زونسيه باش شفتش السي محمد باموس، كنبغيكم تحيوا بهذه المناسبة. السي محمد يعني راه كلشي كيعرفوه غادي يعترف، والحاج النجمي هادو نحيوا تسمحوا لينا الإخوان. كاين واحد المستجدات اللي هذا غنقولها لكم واحد جوج نقاط جايين إخوان الجامعة، هي موافقة على ملائمة القانون الأساسي ليوسف بزمرشين، ملائمة ديالو مع القانون ديال التنمية البدنية والرياضة 3090. إضافة نقطة أخرى هي الموافقة على إهداف شركة ريادية. هادو جوج نقاط اللي هما المستجدات اللي كاينين على الجامعة. فالإخوان خصنا اليوم سميتو نصادقوا عليهم، وكاين شي توضيح في الموضوع كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان كما كتعرفوا في الجامعه الملكيه المغربيه لكرة القدم كانت قررت في عقد الاجتماع ديالها يوم 2 يوليو 2018، وبالمواضيع اللي طرقت لهم هو انه يجب عقد الجمعه العامه للانديه الوطنيه قبل تاريخ ديال 15 أوت، وعلى جميع الأندية أنها تضمن جدول الأعمال للجمهور العامة ديالها. النقطة اللي كتعلق ملائمة القوانين الأساسية للأندية بالقانون التربية البدنية 3090، وكذلك إحداث الشركة الرياضية. يعني اليوم إحنا الناس البرلمان ديال يوسف ياس فرشيد بأنه مدعو أنه اليوم باش يلائم القانون الأساسي ديالو القانون 3090، وكذلك الموافقة على إحداث الشركة الرياضية وانتقال الموسم المقبل للبطولة الاحترافية. وشكرا. إذا ما كاينش ملاحظة الإخوان على هذا، ماشي باستثناء، هذه قاعدة يعني الأندية كاملة خاصها تلتزم بها. إذا ما كاينش برشيد هذه إلزامية، دونك موافقون ممكن
إذا الإخوان هذا الإخوان طلب من الإخوان الجامعة إجراء العادة المرشد إحنا نعرفوا كل الناس تقبلوا العادة الخصوصية ديالها فغادي نفتحوا واحد باب ديال المناقشة ديالها 15 دقيقة هي تقول لك بلاتي شاكر وعلاش ما بغيتش نناقش لا خصنا طريقة باش ما نديروش اسانسور نطلعوا ونهبطوا مزيان نناقشوا ومزيان يجيو نبعث لهم افكار مزيان انا بالنسبه ليا راه خارج معايا انا راه باقي ما راضيش انا كنقول فيها تقنيا باقي ما راضيش نفكر باقي كاين عندي شويه تخوف واللي عنده الكلمه يقول انا كنقول بالنسبه ليا دابا كل عصر ماشي انا ماشي انا سي با بيسيميست ماشي نقول لا راه ولكن خصنا واحد خمسة عناصر ولا هذا اللي يكونوا باش يكون هذا الكيليبر باقي فريق ناقص انا كنقولها ولكن لا من كلمة الاخوان اعتبروا دابا كلمة مفتوحة اخوان سكرابة مولا طريفي اخوان وريشات الاخوان تفضلوا كلمة نقاش مفتوح مفتاح رحيم اخوان ديال النابض الاعلاميه اللي بغى نسخه ياخذ يلاه تفضل على السيد محمد راه موجود راه الاشاره هار واخا بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس مجلس البلدية سيد رئيس الفريق سيد ممثل الجامعة سيد ممثل العصبة سيد ممثل الشباب والريادة أشكر جميع الإخوة المنخرطين قدماء يوسف الرشيد إخوان الصحافة ممثل السلطة كلهم باسمي وبموقعي عندي واحد الرجاء السيد الرئيس حنا عندنا ثقة فيكم حدا كاين وتنشكركم على صبر الفريق وتدخل التاريخ ماشي تدخلوكم حتى تدخلوا من بهذا العمل اللي كنتو فيه انا كنطلع شي فرقه الناس تمشيو معاكم دورة داخل الميدان وخارج الميدان هذا الشيء طلعتوا الفرقه بمجهودكم يعني بالتاولة السيد رئيس مجلس البلدي ولا الاخوان يعني بصحتكم مالكم هادشي تشهدوا عليه هادشي عندنا فيه ثقه كما ان عندنا ثقه فيك بان تاولة الاخوان بانكم غتخلوا الفرقه ان شاء الله في بريمير ديفيزيون علي واحد الطلب اللي تطلبوا من السيد رئيس الاخوان كنطلب منكم السيد شاكر انكم تدخلوا في الفريق على واحد الشكل ديال الاستيتيك ديال الفرقة غنطلب منك حنا فرقة غنطلعو ان شاء الله للبريمير سيري خاصنا تكون عندنا واحد الصورة طلعنا للبريمير سيري خاصنا تكون عندنا واحد الصورة سميتو غنطلب منك من المستخدمين الناس المستخدمين عندنا في الفرقة تنطلب انكم تحسنوا وحسنوا الاجور ديالهم انا نطلع من البريمير سيري تحسنوا الاجور ديالهم باش حنا تبان الصورة ديالنا هذوك الناس هما اللي حسنوا الصورة ديالهم تبان الصورة ديالنا مزيانة انهم تيمثلونا انهم تيبليبلاصونا على الفريق تيمثلونا وانا عرفت شي حوايج بان كاين بعض الناس اللي خدامين معنا اللي خدامين في الفريق يلا تياخذوا 2000 درهم ولا 2000 يعني حنا في تبيع البريمير سيري ما فيها باس الا تا هما زدناهم واحد شي وراه الجود ديالهم باش تكون ديك الصوره ديال ليستيك ديال الفريق غيكون واحد مرافق الفريق الا كان المدخول ديالو جيد غيقدر انه رافق الفريق بهندام جيد بمورال جيد بزاف ديال الحوايج هذا هو الطلب ديال السيد الرئيس وتنشكرو يعني الطلب ديالك شحال مرة يكون يتخلق على الاعتبار داروا لنا وجرات العمل انا ما يمكنش هذا خليت لا بد من كلمة لأنه عم تبكيش أنا بسوق عم تبكيش بسم الله الرحمن الرحيم تحية أخوية لجميع حضور ريالي ككل مغيب وغيور على فريق يوسفية برشيد وباسم جميع ساكنة مدينة برشيد والجمهور الريادي أتقدم بالشكر للمكتب المسير وعلى رأسهم السيد الحاج نور الدين البيضي
اللي وعدنا وقال لنا غير وضعوا في الثقه، انا بنفسي في الثقه وحقق لنا الصعود وفاب الوعد ديالو برفقة الحاج عبد الرحيم الكاملي اللي دعم الفريق ماديا ومعنويا. وكنشكر من هذا المنبر السيد عامل اقليم برشيد اللي في اي اجتماع كنكون ولا اي حفل كنطلبوا على الفريق وما عمرو حتى في وجهنا، واللي دخل علينا بواك مسعود لهذه المدينه وقال جوج فرق، طلع الفريق النادي الثاني القسم الوطني الثاني وطلع فريق يوسفيه برشيد القسم الوطني الاول. كنشكر جميع فعاليات المدينه والجمهور اللي دعمنا بالاخص في الاياب ورجال الاعلام اللي سمحوا لنا على تجهيزات اللي ما كانتش في الملعب القديم ولكن دابا انتم غتفرغ في الملعب الجديد، ورجال الامن الوطني والسلطه المحليه وكل من ساهم من بعيد ولا قريب في الصعود ديال الفارق. وكنطلب من المكسب المسير باش يضاعف المجهودات تاعو انتدابات لاعبين في المستوى واطر باش يبقى الفريق يثبت المكانه تاعو في القسم الوطني الاول، ان القسم الوطني الاول ماشي كيف القسم الوطني الثاني. تدريجيا نثبتوا ونفرضوا الشخصيه تاع الفريق ديالنا في القسم الوطني الاول. وكنكرر الشكر تاعي رغم المضايقات وتقليل من قيمة الفريق من طرف بعض رؤساء الفرق ومن بعض المحللين الرياضيين اللي حضروا فريق يوسفية برشيد، ولكن المكسب بدل أكثر من جهده باش صعد الفريق القسم، وهذا الشيء غزال حمسنا وشجع باش صعد الفريق القسم الوطني الأول. ديالهم والكلمة الوعد اللي ملتزم به وبغيتكم تكونوا في يعني في من فاتحين، ما كنقولوش حنا غادي كامل لله، من فاتحين، فنتعاونوا باش الفريق الهاجس ديالي، انا القمير ما غاديش يبقى، انا الهاجس ديالي، وهو الفريق يبقى في القسم الوطني الاول، فنبغي الجميع كلشي يلتف حول الفريق، ماشي انا عندي واحد المؤاخذه ولو ان ولد يعني داخل الاسره ديال الجامعه، ولكن انا كنقول المجموعه الوطنيه السيدي انا ما عرفتش واحد السؤال مهم، انا ما عرفتش بقشي منسية هذه ما عرفتش المسألة، الوقت اللي طلعت في القسم الوطني الأول عاد خاضوا من الأول قالت بقشي المحورية، أنا عاد قلت محورية.
ديال النادي باش الا كاين بعدا بصوص ملي كتلقى واش كتخدم عليهم كتلقى ناس على الاستقبال على الاستشام الناس كتقدر تكولابوري معاهم كتلقى واش دي باز كتقدر تكون على اساسهم ما يقدرش تكون ملف شي حوايج ما عندك دونك الملف ديال برشيد كان هو متكامل وكان اب صد مثال هو اللي ديتي كان زيرو ديتي ما عندوش مشاكل مع اي لاعب دونك هذا هو الشيء اللي خلانا نمشيو فهاد مع السيد كوميسيون دو كونترول جيستيون برئاسه ديال السيد طالب عبد العزيز وكان الملف تقبل وكان تعطى لوتوريزاسيون ريكروتمون في الكونتينو ودابا خدامين في الدوسي ديال الموتور ان شاء الله حتى هو غادي يكون الله يسر الله يوفقهم هذا أول كاس نتاع هادشي الدوسي اللي غادي علاش قبيله ديك راه واحد الدوسي ثقيل لان انا عارف الاهميه ديالو ايوا الحمد لله اذا الحمد لله اذا غادي ندوزو للباقيه اللي خاوه باش نخدمو ونتفتو باقي نقرا على النقاط اذا بسم الله الرحمن الرحيم بعد تقديم فروع الطاعه والولاء مولاي صاحب الجلاله واللهب امير المؤمنين محمد السادس ايده الله ملككم واعز امركم بمناسبه انعقاد الجمع العام العادي للنادي الرياضي يوسف بن طرشين يوم 13 ذو القعده 14/1939 موافق ل 4/يوليو 2018 يسعد رئيس النادي الرياضي يوسف بن طرشين اصاله عن نفسه ونيابه عن باقي اعضاء المكتب المسير ان يتقدم بازكى التهاني واطيب الاماني لسدتكم العاليه لله مغتنما يا مولاي هذه الفرصه لارفع الى مقامكم العالي لله اصدق ايات الولاء والتبريك وتعلقنا الدائم باداب العرش العلوي المجيد بقيادتكم الرشيده حفظكم الله يا مولاي وايدكم مؤيدين مؤكدين تجندنا الدائم وراء جلالتكم خدمه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والرياديه وللمصلحة العليا لبلادنا وذلك تحت قيادتكم النية وتوجيهاتكم السديدة والرشيدة حتى نبلغ الآمال المنشودة في التطور والرقي ومجددين كذلك تشبثنا بخيارات سموكم في بناء معالم النهضة والتنمية في كل أرجاء البلاد وإرساء دولة الحق والقانون وترسيخ البناء الديمقراطي التي تنعكس مظاهره على مختلف المؤسسات الدستورية والمحافظة على وحدة البلاد من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها وكذلك أقاليم الصحراوية أدام الله لجلالتكم النصر والتمكين وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير مولاي الحسن وشقيقتي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة ذات خليجة وشد أجركم بسموكم المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الكريمة إنه سميع مجيب وباستجابة جدير والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته خادم الأعتاب الشريفة رئيس نادي يوسف بن طرشين بيض نورتي لسيتوا واحد مع رسبسيون لا قبل علينا